تشرق الشمس في صباح كل يوم معلنة بدء يوم جديد يسعى فيه الناس في شتى مجالات أعمالهم الدينية والدنيوية، وكل مسير لما خلق له، فمنهم الشقي والسعيد، ومنهم الغني والفقير، ومنهم المريض والمعافى، ومنهم من يوهب الولد، وكذلك من يرزق المال، وعلى النقيض من ذلك من يقبض له قريب ويخسر ماله، وكل ذلك بتقدير العزيز الحكيم كتبه حين بدأ الخلق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. شاءت الأقدار وهي من الله وحده أن ينشأ أبناء درع المسعود كغيرهم من سلالات البشر على وجه هذه المعمورة قبل عقود من زماننا، في جماعات وأفراد وبأعداد متفاوتة نشأوا في مدينة عنيزة وانطلقوا منها إلى مختلف مدن هذا البلد المعطاء، وكذلك إلى دول الخليج الشقيقة. الكويت. اشتهر أبناء درع بعدة عوائل، وقد شارك الكثير منهم في نهضة هذه البلاد، بدءا بمشاركتهم في حروب توحيد هذه الجزيرة ومناصرتهم لحكامها آل سعود والذودة عن حمى هذه البلاد. وحتى عهدنا الحالي امتدت مشاركاتهم في كثير من المناصب الوظيفية، ومنها القيادية في التعليم والقضاء والطب والأمن الداخلي وغيرها، وكذلك مساهمتهم في الأعمال التجارية الحرة والزراعية. وتسير بنا الأقدار حتى ساق الله لأبناء درع من كان همهم أن يجمع الشمل ويربط أوصار الرحمة ويؤسس اللبنات والقواعد لهذه الأسرة لتكون معلما يشاد به ومنهجا يسير بها لأعالي الخصال الحميدة. صلوا أيها المسلمون أرحامكم بالزيارات والهدايا والنفقات، صلوهم بالعطف والحنان ولين الجانب وبرشاشة الوجه، صلوهم بالإكرام والاحترام وكل ما يتعارف الناس من صلة، إن صلة الرحم ذكرى حسنة وأجر كبير، إنها سبب لدخول الجنة وسبب لصلة الله للعبد في الدنيا والآخرة. إن صلة الرحم سبب لطول العمر ولكثرة الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، أي أن يوسع له في رزقه وينسأ له في أثره، فليصل رحمه. أخرجه البخاري ومسلم. فبجهود أبناء الأسرة المخلصين قبل عقد ونصف من الزمن وتعاونهم واهتمامهم، تم التواصل مع جميع أفراد الأسرة وحصر كافة البيانات المطلوبة لينتج لنا شجرة أوراقها يربطهم النسب والرحم، وقد وثق ذلك في كتاب يحوي كافة التفاصيل من أسماء أجداد وأبنائهم وأحفادهم، وكذلك المهن وأرقام التواصل، ثم نظم من خلاله اجتماعا سنويا يجمع الأسر كافة بدأ من عام 1439 للهجرة. ومن تواصل واجتماعات الأسر بدأت الأفكار والاقتراحات التي تهم مصلحة الأسرة تنشأ وتتوالى، وكان أهم نتائجها كالتالي: تشكيل مجلس لإدارة الأسرة يعنى بشؤونها ومستقبل أبنائها وبناتها. ولا يزال لدينا الكثير من الأهداف والطموحات التي نرسم بها حاضرنا ونبني بها صرح الأسرة، وهي: واحد، الهدف الأول والأسمى هو استمرار ترابطنا وتواصلنا على الخير، فهو مرضاة للرب وبركة في الرزق. 2، إنشاء صندوق للاجتماع السنوي. 3، ترغيب أبناء وبنات الأسرة في التزاوج فيما بينهم لكي تقوى أوصار المودة والمحبة في محيط العائلة الكريمة، وسيتم تكريم كل المتزوجين خلال هذا العام في الحفل القادم إن شاء الله. 4، استقبال الأفكار الاستثمارية وتنميتها ودعمها بما يخدم أهداف الأسرة وأبنائها. وكل ما ذكر أعلاه ما كان أن ينجز ويذكر ويستفاد منه إلا بالدعم المادي والمعنوي والجهود والاهتمام من أبناء الأسرة الكرام كافة. ولذا هنا نقف وقفة إجلال واحترام
فشكرا لكم أبناء الأسرة جميعا، بكم نفتخر وبكم نسير. ضيوفنا الكرام، بل أهلنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك سعدنا بتشريف اجتماع النخبة من الأخيار أبناء العم والأقرباء، رفع الله قدرهم في محبوبتنا هنيسة. وسنمضي معا بإذن الله جميعا لنحقق أهدافنا، فلنتكاتف ونكن على قلب رجل واحد، فأنتم على أهب الاستعداد كما عهدناكم، فشكرا لكم من أعماق قلوبنا جميعاً.